بعشبه وحده كتقضي على مشكل النحافه وكتزيد في الوزن طبيعيا للكبار والصغار والنساء والرجال. هاد النبته او هاد العشبه اللي سميتها حبه الزلم او لوز الارض او حبه العزيز، سميت بحبه العزيز لان احد ملوك مصر كان مولع بها، كان كيستعملها بزاف. فوائد حبه العزيز انها كتفتح الشهيه، كتحسن وظيفه الجهاز الهضمي، في نفس الوقت كتقوي المناعه، كطرد السموم من الجسم. كتحتوي حبه العزيز او حبه الزلم على نسبه عاليه من الالياف وكذلك السكريات والفيتامينات، وكذلك تعتبر امنه بالنسبه للصغار ابتداء من 6 سنوات. اقدم الاشجار او من اقدم النباتات اللي معروفه انها فاتحه الشهيه وكتعتبر مكمل غذائي. قبل ما ندوزو لطريقة التطبيق والاستعمال، كل شيء يدير الاشتراك ويفعل الجرس يوصل الفيديو اكثر عدد ديال الناس. تقريبا 90% من المشاهدين ديال هاد القناه ما دايرينش ابوني، وشكرا للناس اللي كيشجعونا دائما وكيخليونا تعاليق ورسائل زوينه. اول خطوه غناخذو حبه العزيز او حبه الزلم وغنقيوها جيدا من داك الحصى وداك التراب اللي كيكون متعلق بها. بعد ذلك غنطحنوها حتى تولي لنا شكل بودغ مسحوق. غنهزو ملعقه متوسطه الحجم، غنضيفوها ليغورت او علبه زبادي. طريقة الاستعمال غناخدو ملعقة مع وجبة الفطور، غنستعملوها حتى الوصول للنتيجة المبتغى، يعني حتى توصل الوزن اللي انت بغيتي بدون أي أثر سلبية. ما ندوزوش فقط هاد الكمية اللي ذكرناها في 24 ساعة، ما عندهاش أثر جانبية باستثناء المرأة الحامية اللي ما تقدرش ديرها. كلشي الإخواني ديال بارطاج هاد الفيديو، ما تنساوش المشاركة، تفعيل الجرس في اليوتيوب ليوصل هاد المحتوى لأكثر عدد ديال الناس.